الأصحاح 39. ومن الأسمنجوني والأرجوان والقرمز صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة في المقدس، وصنعوا الثياب المقدسة التي لهارون كما أمر الرب موسى. فصنع الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، ومدوا الذهب صفائح وقدوها خيوطا ليصنعوها في وسط الأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص. صنع تلموشي وصنعوا له كتفين موصولين على طرفيه اتصل، وزنار شده الذي عليه كان منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم كما أمر الرب موسى. وصنعوا حجري الجزع محاطين بطوقين من ذهب منقوشين نقش الخاتم على حسب أسماء بني إسرائيل، ووضعهما على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل كما أمر الرب موسى. وصنع الصدرة صنعة الموشي كصنعة الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، كانت مربعة مثنية صنع الصدرة، طولها شبر وعرضها شبر مثنية، ورصعوا فيها أربعة صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمست، والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب، محاطة بأطواق من ذهب في ترصيعها. والحجارة كانت على أسماء بني إسرائيل، 12 على أسمائهم كنقش الخاتم، كل واحد على اسمه للاثني عشر سبطا. وصنعوا على الصدرة سلاسل مجدولة صنعت الضفر من ذهب نقي، وصنعوا طوقين من ذهب وحلقتين من ذهب، وجعلوا الحلقتين على طرفي الصدرة، وجعلوا ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدرة، وطرفا الضفيرتين جعلوهما في الطوقين، وجعلوهما على كتفي الرداء إلى قدامه. وصنعوا حلقتين من ذهب ووضعوهما على طرفي الصدرة على حاشيتها التي إلى جهة الرداء من داخل، وصنعوا حلقتين من ذهب وجعلوهما على كتفي الرداء من أسفل من قدامه عند وصله فوق زنار الرداء، وربطوا الصدرة بحلقتيها إلى حلقتي الرداء بخيط من أسمنجوني ليكون على زنار الرداء، ولا تنزع الصدرة عن الرداء كما أمر الرب موسى. وصنع جبة الرداء صنعة النساج كلها من أسمنجوني، وفتحة الجبة في وسطها كفتحة الدرع، ولفتحتها حاشية حواليها لا تنشق. وصنعوا على أذيال الجبة رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز مبروم، وصنعوا جلاجل من ذهب نقي، وجعلوا الجلاجل في وسط الرمانات على أذيال الجبة حواليها في وسط الرمانات، جلجل ورمانة جلجل ورمانة على أذيال الجبة حواليها للخدمة كما أمر الرب موسى. وصنعوا الأقمصة من بوس صنعة النساج لهارون وبنيه، والعمامة من بوس، وعصائب القلانس من بوس، وسراويل الكتان من بوس مبروم، والمنطقة من بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز صنعة الطراز كما أمر الرب موسى. وصنعوا صفيحة الإكليل المقدس من ذهب نقي، وكتبوا عليها كتابة نقش الخاتم قدس للرب، وجعلوا عليها خيط أسمنجوني لتجعل على العمامة من فوق كما أمر الرب موسى. فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع، وصنع بنو إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنعوا. وجاءوا إلى موسى بالمسكن،
الخيمة وجميع أوانيها، أشظتها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها، والغطاء من جلود الكباش المحمرة والغطاء من جلود التخس، وحجاب السقف، وتابوت الشهادة وعصويه والغطاء، والمائدة وكل آنيتها، وخبز الوجوه والمنارة الطاهرة وسرجها، السرج للترتيب وكل آنيتها، والزيت للضوء، ومذبح الذهب، ودهن المسحة، والبخور العطر، والسقف لمدخل الخيمة، ومذبح النحاس وشباكة النحاس التي له، وعصويه وكل آنيته، والمرحضة وقاعدتها، وأستار الدار وأعمدتها وقواعدها، والسقف لباب الدار وأطنابها وأوتادها، وجميع أواني خدمة المسكن لخيمة الاجتماع، والثياب المنسوجة للخدمة في المقدس، والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة، بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل. فنظر موسى جميع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوا، فباركهم موسى. متى بشكهشته دمي جيتشيوي هات يخوري جماورك يمزن ابديف كيف وصا چبو مروفك يقري هاتنك وسجدبو بر وقود خدان اگر تبفت تتشي من باقش بكي. عيساي دست خود ريش كرو دست كري وقود من دفت باقش ببا اتجه داش قرياتي اخو باقش بو. افجا عيساي قوتي هشيار با بو چه كسان نبجي لی هر او خونیشا کهانی بده و وی پیشکشی موسای فرمان پیکری بده وک شهدهی بوان. دمی عیسا چوی کفر ناحوم سر لشکرک هاتنکوی و هیوی جکرن و گود خودان خزمتکار من یه فالنجیه و یه المال اتناف نوینان دا اج ایشانه گلک اتنالید. عیسای گوته دهیم و ساخکم سر لشکری برسف دا و گود خودان از نه جیوی چنده ما تو به امالا من لبتنه تو پیوکی بیجه دی خزمتکار من اصاغ بید. چنکو از بخوجی یل جیر دست حالاته و من سرباز یل جیر دستی خو هین. دمید بجمه ایکی شوان هره ات چید و د بجمه ایکی دی وره ات هید و د بجمه بنی خو ویبکه ات کت. دمی عیسای گوه لبوی حیبتی بو و گوتوان یل دیفی هاتین از راستیت بجمه هوا من کسک جه اسرائیلیان بباریه که او سامزن ندیدیه. او ده بجمه هوا که ده گلگ جه روشهلات و روشآوای وهین و ده لگل ابراهیم و اسحاق و یعقوبی اتناف پاشایتی آسمانان دا السرسفره رینن. لیکورین پاشایتی ده بطاریاش در وهین هاویتن الویره گری و گواشتنا ددانانه. پاش عیسای گوت سرلشکری هره وکو تباوری پینای بلا ببید اتوی گاوی دا خزمتکاروی ساغ بو. دمی عیسا هات یا مالا پتروسی خس یاویل ناف نوینان دید یا تاگیرتی بو. وی دست خو کرا دست وی تای بر دورا بو و وی دست بخزمتاوی کر. دمی بوی ایوار گلک اوین گیانین پیست دا اینانانک و وی او گیان به پیوکش نافوان دره خستن و همی نخوش ساخ کرن. اف چنده چه بو دا اول سر ازمان ایشای پیغمبر هاتی ابجه بید. دمی گوتی وی دردین محل گرتن و نخوشین ما کرن پشتاخو. دمی عیسای جماورک مزن الدورو برین خودیتی فرمان دا که او و شاگردین خو در بازی رخ دی دریاکی ببند. هنگی ماموستا که دستوری هاتنک و گوته ماموستا تو کی و بچی دل دیفته هم. این عیسای گوته ریویان کن ریویین هین و بالندین عثمانی هیلینین هین لیکور مروف چه جهنینن سر خودانیته. ایکی دیج شاگردین وی گوته خودان دستوریامن بده دل براهی از بچم باب خوب شیرم. لی عیسای گوته اب دیفمن بکوه و بهلا مری مرین خوفه شیرن. پاشی اول بله مسیار بو و شاگردنوی کفت ندیف. وسا چه بو باروه اکا پیز اب سر دریاکی دا گرد حتی پلن آوه اب سر بله مکفتین لی او یه نوستی بو.
شاگرد چون او او هشیار که رو گوته خودان ما قرطال بکه ام یش نافت چین وی برسفدا هی که ام باوران بو چه هین دترسن پاشی رابو باو دریاک پاش وبرن و آرامیه کامزان پیدا بو همی گوهشین و پسیار کرن اره اوه چه جوره مرووانه حتی باو دریاجی گوه خود ددنه دمی او گهشتی لای دی دورا گادارینان دو مروین اجنیان هنگافتی اجناف گرستان هات نبسینگی او گلکت هار بون حتی کس نتشیا اتویر رابط چید اجنشکه که وکر نگازی و گوتن تا چجمت وید اجسای کره خوده اره تو بری دمی دست نشانکری هاتی دام اشکنجه بدهی پیچه که دی رجوان رفده کامزان یا برازان اتچری اجنیان هیویش اجسای کرن و گوتنه اگر دی مدرخی مبهنه رد ناف رفده یا برازان دام وی گوتوان هرن افجا او در کفتن و چونه ادبرازان دا اکسر رفده همی اشخون تارا رک برف دریاک بازیو خوهاویتت آوه داو اجناف چو گاوان روینو چونه باجری و همی تشتب سر اجنه هنگافتیان هاتی را گهاند پاشیواسا چه بو همی خلک باجری در کفتن دا عیسای ببینن و دمیوان او دیتی وان هیوی جکر کوش دوروان بچید.